حد اشرح احكي عنها مرتبطة بالسوفت ستارترز مرتبطة بكل الدرايفز بشكل عام، رغم انه الدرايفز مش شرط انه الدرايف يكون فيه ماجنتيك بروتكشن. في عنا علاقة هون بروتكشن ما بين الكرنت والزمن، وبتلاحظوا هذا الكيرف اي نقطة، طبعا اي نقطة عبارة عن احداثيين مش هيك؟ ايش هم الاحداثيين؟ الاكس هو الكرنت والواي هو الزمن، الزمن اللي بيستمر هذا الكرنت شغال فيه. فاذا عندي كرنت، اذا كان في ديفايس اللي معمول له بروتكشن عن طريق السيركت بريكر عم بسحب مثلا كرنت في هاي القيمة، وهذا عادة بيكون لوج اكسس، هذا هون بيكون لوغاريتميك اكسس من هون، اذا عماله بسحب كرنت بقيمة معينة هون لهاي الفترة الزمنية بالسكندز، ما راح تكون هاي تحت الكيرف، لانها ما راح تكون فوق الكيرف، تحت الكيرف ما راح يفصل البريكر. هذا الجزء من الحماية معمول ثيرمال عشان يحمي المحرك من اخطار الاوفرلود، يعني الكرنت زاد بس ما زاد كثير، بس ضل فترة طويلة. اذا الكرنت زاد وضل فترة طويلة راح يكون فوق الثيرمال كيرف من هون، فراح احمي المحرك من الاوفرلود. السوفت ستارترز اللي عم نحكي عنهم فيهم ثيرمال بروتكشن، راح نشوف هلا الثيرمال بروتكشن. عادة الرمز تبع الثيرمال بروتكشن يكون بهذا الشكل، يكون في عندي هون ريزيستنس باي ميتاليك ستريب عادة، والباي ميتاليك ستريب بمر فيها كرنت بتحمى بعد فترة زمنية معينة، بتصير فيها ديفليكشن، والديفليكشن هذا بيعمل تريبينج بتفصل الدائرة. وبعدين في عندي كونديشنز، احيانا بصير في عندي كرنت عالي جدا مش سببه اوفرلود، صار شيء شورت سيركت معين في مكان معين مثلا، فهذا بنسميها هاي اوفر كرنت كونديشن، هاي بنسميها اوفرلود كونديشن. فالاوفر كرنت كونديشن لما يصير في عندي اوفر كرنت زي مثلا شورت سيركت، الجزء المتكفل بحمايته هو الماجنتيك، الثيرمال ما راح يكون سريع كفايه. فالماجنتيك بيشتغل على مبدا انه بتحول لماجنتيك الكتروماجنت، والالكتروماجنت بيجذب قطعة معينة في البريكر وبفصلها. هذا هون عادة له زمن معين للفصل، اللي بفصل هون الماجنتيك سيركت بفصل بفترة زمنية معينة. هلا لاحظوا هون في عندي هذا هون الريتد كرنت. ايش بقابل الريتد كرنت in terms of time؟ من الكيرف من هون واضح انه هذا ما راح يمس هذا الخط من هون. اذا مسموح لي اسحب الريتد كرنت لفترة زمنية مقدارها انفينيتي، بقدر اضل اسحب هذا الريتد كرنت لانه الديفايس هي ريتد لهذا الكرنت. ملاحظين هذا الخط اسمتوت مع هذا الخط المستقيم الموجود هون، معناها بقدر اضل اسحب هذا الكرنت الريتد كرنت او كرنت اقل منه لفتره، بس طبعا ما فيش يعني بتكونش ريتد، لازم تكون الديفايس ريتد لهذا الكرنت، ريتنج لهذا الكرنت، بقدر اسحب هذا الكرنت او كرنت اقل منه لفتره وبدون ما اطلع فوق الكيرف هذا اللي موجود هون. اذا سحبت كرنت هون بالمنطقه هاي ممكن اسحب كرنت في المنطقه هاي، لكن بتكون سبجكت لفتره زمنيه معينه، يعني عمالي بقول هذا المحرك ممكن يصير عليه اوفرلود ما في مشكله، بس بشرط انه هذا الاوفرلود ما يستمر لاكثر من فتره زمنيه معينه. اذا هذا الاوفرلود ما استمر لاكثر من فتره زمنيه معينه معناها انا حميت المحرك، وما ولانه ممكن المحرك يصير عليه اوفرلود لفترات قصيره، فهذا بيسمح لي هاي المنطقه هون بيسمح لي انه يصير في اوفرلود لفترات زمنيه معينه، بس ما يزيدش هذا الاوفرلود لحد معين بحيث انه يعمل دامج للمحرك. فالثيرمال بارت اللي هو معمول عن طريق باي ميتاليك ستريب. في حين الماجنتيك بارت الحمايه معمول عن طريق الكتروماجنت. هذه الحمايه اللي موجوده هون، فها اللي موجود في داخل معظم الدرايفز هو ثيرمال بروتكشن، في بيكون ثيرمال بروتكشن في داخل المحرك.